عودة إلى رأي. الشخصية شخصيتان، شخصية حقيقية وشخصية اعتبارية. مثال الأولى أنا وأنت، ومثال الثانية المؤسسة الثقافية أو الاجتماعية أو السياسية أو الحزب أو الدولة. وإذا نظر إلى الشعب فمرة ينظر إليه بلحاظ كل فرد فرد من أفراده، ومرة ينظر إليه في مجموعة وبما هو كيان اجتماعي موحد له شخصيته المعنوية الواحدة، شخصيته الجامعة الواحدة. وهو باللحاظ الأول مجموعة من الشخصيات الفردية الحقيقية المستقلة المتعددة، وباللحاظ الثاني شخصية اعتبارية موحدة. وشخصيات الأفراد كل واحد منها إنما يمثل نفسه ولا يمثله غيره إلا بإذنه. نعم، بالنسبة إلى القاصر أقامت له الشريعة والقانون وليا يرعاه ويمثله. والشعب في شخصيته الاعتبارية لا يمثله شعب غيره، ولا عضو من أعضاء هذا ولا عضو من أعضائه شخصا كان أو مؤسسة إلا أن يقيم هو نفسه وبإرادته الحرة من يمثله. وليس لأحد أن يفرض نفسه عليه وينطق باسمه ويعطي الرأي عنه في أي مسألة تهمه خارج إرادته ومن غير اختياره، وفضول واضح وتعد صارخ أن يعطي أحد نفسه سواء كان شخصية حقيقية أو اعتبارية حق تمثيل الشعب وفرض رأيه عليه، وفعل ذلك لم يعتبر تمثيله، وإن فعل ذلك لم يعتبر تمثيله، وكان بطلان هذا التمثيل من أوضح الواضحات. وتمتع أي شيء بالاستقلالية في التعبير عن نفسه بمحض إرادته، وحاجة أي جهة تريد أن تمثل الشعب وتنطق باسمه إلى إذنه وموافقته حق واضح لا غموض فيه، يعترف به كل العالم ولا ينكر عليه ذو عقل سليم ولا جديد فيه على الإطلاق. وهذا ما قالته خطبة الجمعة السابقة في هذا الجامع، أو خطبة الجمعة السابقة في هذا الجامع. ولأنه من الحق الذي لا غبار عليه ولا مراء فيه، ولا يصح لعاقلين أن يختلفا عليه، ولا منطلق له غير الإنصاف واحترام إرادة الناس، فإني أعود للتأكيد عليه واحترامه والتمسك به. ولو كنت وجدت فيه خطأ لما ترددت في الإعلان عن الخطأ فيه والتراجع عنه، ولكني لا أجد فيه شيئا من خطأ أو منفذا لنقد من أي شخص يلتزم الإنصاف ولا يبيع عقله ودينه بثمن من أثمان الدنيا. وإن خرج على الحق الصراح وخالف كل موازين العلم والعدل علنا وبشكل مكشوف فاضح، ثم إنه لا أدري كيف يقال عمن أنكر على أي تمثيل للشعب والنطق باسمه من غير تخويل منه أنه يريد فرض نفسه على الشعب ومصادرة رأيه ونصب شخصه وليا عليه. ولكن لا عجب من أي مغالطة وقلب للحقائق من صحافة إنما أنشئت أساسا من أجل ذلك. لبيك يا أفراد.
وتجد ما يؤمنها وتجد ما يؤمنها ومن يؤمنها ولو خالفت كل قيمة دينية وخلقية وكل عرف وكل قانون ونالت من كل مواطن تستحسن السياسة النيل منه وتستهدفه. وأريد التنبيه على شيء، وهو أني شخصيا لست في وارد تمثيل الشعب اليوم أو غدا في أي لون من المفاوضات في هذه الظروف أو غيرها، ولو بتخويل من الشعب نفسه، فضلا عن أفرض نفسي عليه. فضلاً عن أن أفرض نفسي على أحد من الناس وأقول عنهم ما لا يقولون وأقيم إرادتي مقام إرادتهم التي لا يقوى المتقولون على مسابقة في الاعتراف بها في الوقت الذي أحترم فيه إرادتي واختياري. وربما علم الكثير أنه سبق، ولا أدري، فلعله قد علم الكثير أنه سبق أن جمعني في جملة من الأخوة أصحاب السماحة العلماء اجتماع رسمي رفيع قبل ما يزيد على سنة أو يقل، وقد رفضت فيه مع الأخوة العلماء التفاوض باسم الشعب، وكان الرأي أن تتولى الجمعيات السياسية هذا الأمر، وكان الرأي أن تتولى الجمعيات السياسية هذا الأمر تمهيدا لعرض نتائجه على من له الحق في التعبير عن رأيه، ومن يقول عنه الميثاق وتقول عنه السلطة بأنه مصدر السلطات وهو الشعب كل الشعب لا عيسى وحده ولا غيره. الشيعة وأهل البيت عليهم السلام، لأهل البيت عليهم السلام مكانتهم الخاصة عند كل المسلمين المعتدلين. ويتميز ارتباط الشيعة بأهل البيت عليهم السلام بفكرهم وإمامتهم ومناسبات فرحهم وحزنهم أيما تميز. وأينما كان وجود شيعي إمامي في وطن أو مهجر وجدت مظاهر الاحتفاء بذكريات أهل البيت عليهم السلام فيما يخصهم من مناسبات الأفراح والأحزان، وتجد ذلك في كثير من بلاد العالم الإسلامي وغيره حيث يتواجد أتباع أهل البيت عليهم السلام، كما تعطي الفضائيات صورة عن هذا الواقع المشهود. اليوم تقام التعزية ويقام الموكب الحسيني في لندن، في باريس، في كثير من بلدان الغرب وبلدان الشرق، وللبحرين تاريخ عريق مرتبط بأهل البيت النبوة الطاهر ومناسبات أفراحهم وأحزانهم ومجالس العزاء والمواكب الحسينية الشريفة. ومن الواضح جدا أن رفض الاحتفاء بهذه المناسبات ورفض للوجود الشيعي نفسه.
ومن الواضح جدا أن رفض الاحتفاء بهذه المناسبات هو رفض للوجود الشيعي نفسه. فالوطن الذي يتواجد فيه الشيعة ولا يراد أن يقام فيه حسينية ولا موكب هو وطن لا يراد أن يكون فيه شيعي على الإطلاق. وأما التصرف فيه ومن الواضح جدا رفض الاحتفاء بهذه المناسبات هو رفض للوجود الشيعي نفسه. وأما التصرف فيه على خلاف ما يراه المذهب أي التصرف على الاحتفاء هو تصرف في المذهب نفسه ولا يعني فرض وجهة نظر معينة على ممارسة الشعائر لمذهب معين إلا هيمنة جبرية على هذا المذهب وهي هيمنة ينكرها العالم كله وكل المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان. هيمنة لا يمكن حسب طبيعتها الاستفزازية أن تسمح بأي استقرار سياسي في أي بلد تمارس فيه. محاكمات لا تتوقف. محاكمات أبناء الشعب تتوالى ولسنوات. وقد شملت السن ما دون البلوغ. والشباب والنشيب والنساء والرجال وعلماء الدين والأطباء والمعلمين ومختلف المراتب الاجتماعية وأصحاب المهن والوظائف المتفاوتة وكل ذلك والوضع حسب الإعلام عادي. وإن كثر المتآمرون والجنات من الطبقات العلمية والاجتماعية المتقدمة في هذا الشعب والوضع السياسي لا يحتاج إلى إصلاح وكل شيء فيه على ما يرام وعلى الناس أن يصمتوا بل أن يؤيدوا السياسة القائمة بكل ما فيها لأن ليس فيها إلا ما هو حق وعدل وإنصاف وتقدم عليهم أي على الناس أن يؤيدوا السياسة الموجعة لهم ولا يطالبوا بالإصلاح ليبرهنوا على أنهم مواطنون صالحون. وهذا اللون من الطرح ما زال ولا يزال يقرب بالوطن من هاوية الدمار المروع ما لم يكن تدارك سريع بالإصلاح الذي ينال رضا الشعب ويوقف النزيف. وإذا قيل بأن الإصلاح آت اتجه نظر الناس إلى ما على الأرض من مقدمات فلم يجدوا توافقا بين واقع المحاكمات واستمرار الفصل من الوظائف والجامعات وكبت الحريات ومواجهة المجالس الحسينية والمواكب العزائية بالتنكيل ومطاردة صلوات الجماعة والجمعة والانتشار الأمني في المناطق المختلفة ونقاط التفتيش وبين أمل الإصلاح فكل ما على الأرض يقول لك لا إصلاح. ويدعم ذلك إعلام لا يبرح يثير مشاعر الكبار والصغار ويستفزها. والمحاكمات منذ سنين وإلى الآن اعتمدت وسيلة واحدة في الإدانة هي وسيلة الاعتراف في الظلام وآخرها محاكمة الأطباء التي لم تتغير هذه الوسيلة فيها عما كانت عليه والمتمثلة في حكم والتي لا يكون لها إثبات إلا في حكم النفي الصريح في ميزان العدالة فإذا لم يكن غيرها فلا يصح عليها أي اعتماد. وإذا نزهت هذه الاعترافات من الضغط والإكراه والظروف النفسية القاسية فعلى من يشهد لها بهذه النزاهة أن يقبل بلجان التحقيق المحايدة التي تطالب بها منظمات حقوقية خارجية
ليس هناك ما يغريها بالانحياز إلى الشعب والشعب أو الخوف منه، وإن البحرين لتخسر كثيرا بمحاكمة كل هذه الأعداد الغفيرة من شباب ونخب ممتازة ورموز كبيرة ونساء شريفات ورجال صالحين، تخسر كثيرا من سمعتها وكثيرا من استقرارها وكثيرا من كفاءاتها وكثيرا من تخصصاتها وخبراتها والأدوار الإنمائية والثروة الإنسانية العالية فيها، وهي محاكمات تعقد الأوضاع وتزيد من حالة الاحتقان وتولد الغليان وتنذر بالشرور. وليس من مصلحة البحرين بكل اللحاظات أن تمضي قدما في هذه المحاكمات وترتب عليها النتائج السيئة بما لها من مردودات خطيرة. اللهم صل على محمد وآل محمد.